صراحة التربية ديالي ولد نادر، حنا تربينا هكذا. واخا خلقيت في هولندا كان دائما المغرب واحد الطرف كبير مني، كان كل صيف كنجي وكانت لازم علينا في الدار نهضروا العربية، باش ملي كتدخل بحالك المغرب كتحس بان انتينا مغربية، ولا ما كنتش كتهضر العربية وانتينا في المغرب كتحس بحال اللي غريبة على بلادك. وهذه الحاجة اللي ربيناها حتى انا ونادر في وليداتنا نعلمهم العربية، باش ملي كيجيو هنا للمغرب كيلقاو راسهم كيهضروا العربية وما كيحسوش بان غرابين في بلادهم.